عندنا موضوع مختلف، موضوع جميل وهواية جدا جميلة. مين فيكم ما يحب ركوب الخيل، ومين نفسه أنه يتعلم ركوب الخيل أو يأخذ جولات كذا مع الخيل يرفه فيها عن نفسه؟ عشاق الخيول والفروسية أصبح لهم نصيب جدا كبير، وخصوصا في الفترة الأخيرة مع تطور أيضا التقني اللي مشاهدينه في الفترة الأخيرة. موقع بسيط وسهل جدا، من خلال هذا الموقع ممكن تعيشوا أجمل التجارب مع الخيول. وأكيد مشرفنا مؤسس هذا الموقع ضيفنا أنس صالح الكريم. يا هلا فيك أنس، منور اليوم ساعة شباب. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم أول شيء على الاستضافة وأرحب بمتابعي روتانا خليجية. شكرا لك أنس. بداية خلينا نعرف شوي عن علاقتك الطويلة مع الخيل والفروسية. طبعا حب الخيل، أتوقع مين فينا ما يحب الخيل يعني. صادق. بصراحة صادق. الخيل حب منذ الصغر، كانت أنا أشوف رياضة ركوب الخيل أو الخيل ملهمة للناس. في ناس تحب رياضة ركوب الخيل، في ناس ملهمة لهم من ناحية رسم، في ناس تصوير، فهي رياضة جميلة جدا. صحيح. طب كيف تطورت هذه العلاقة معك مع السنوات إلين اليوم؟ بدأت هذه الرياضة منذ الصغر بجامعة الملك عبد العزيز، بنادي الفروسية بجامعة الملك عبد العزيز. بعد كذا بدأت أشارك في بطولات، وبدأت أدرب وأصير متعاون مع النادي في التدريب. بعدها حاولت أني أحترف هذه الرياضة، وبدأت أشارك في بطولات محلية ودولية. كان الراعي الدكتور ناصر مهدي، أقدم له شكر. أكيد. طب خلينا نتكلم عن منصة ماونت اللي أنت أسستها فعلا، فنبى نعرف إيش فكرة هذه المنصة. منصة ماونت الإلكترونية، من خبرتي في الحاسب حاولت أني أقدم خدمة لجمهور الفروسية. منصة ماونت إلكترونية هي عبارة عن حجوزات لتعليم ركوب الخيل في الإسطبلات المتوفرة. واو. حاليا أكبر الإسطبلات اللي موجودة في جدة، قريبا إن شاء الله على مستوى المملكة بإذن الله. واو. ولله الحمد تم تدشين هذا المشروع يوم الخميس الماضي بمركز أدهم للفنون. كان على شرف والدي الدكتور صالح الكريم، له الفضل بعد الله هو والدتي وزوجتي وعائلتي على ما أنا فيه اليوم. وأحب أشكر كمان الدكتور طلال أدهم والسيدة نوال أدهم وفريق ماونت المتميز وكل من حضر وشاركنا فرحتنا. جميل جدا. طب برأيك هل كانت فكرة هذا المشروع بسبب تزايد عشاق الفروسية سواء من الشباب أو البنات؟ نعم طبعا، في الفترة الأخيرة بدأ العدد بيزيد بشكل كبير، بالذات من فئة البنات والأطفال بدأوا، حتى عدد الإسطبلات في تزايد الفترة الأخيرة. من هذا المنطلق بدينا فكرة ماونت على أساس أننا نسهل خدماتنا أو نسهل الوصول إلى الإسطبلات. جميل. إيش الخدمات اللي إذا نتكلم عنها اليوم ويوفرها وتوفرها منصة ماونت؟ طيب، منصة ماونت بتوفر خدمات كثيرة، أهمها حجوزات تعليم ركوب الخيل. ولكن يقدر يختار المدرب المناسب، يقدر يختار الخيل المناسب، يقدم أيضا تقييم وليفلات أو مستويات لتطور أدائه في الفروسية. واو. أيضا في جولات عائلية زي ما قريت عن المنصة، فهل هذه موجودة عندكم؟ نعم، في جولات عائلية. أول شيء الإسطبلات، للأمانة الصعوبات أنه شوية الإسطبلات خارج نطاق المدينة، ولكن صحيح. أول ما ندخل للإسطبل بنجد أنه الإسطبلات عبارة عن مكان ترفيهي كامل للعائلة، فحابين إحنا نوصل الناس لهذه الأجواء خارج نطاق أو صخب المدينة، بحيث أنهم يعيشوا جميل. أجواء جميلة جدا مع الخيل في مساعات شاسعة، جلسات عائلية جميلة جدا. حلو. طب هل هذه الفكرة نقدر نقول مناسبة لكل الأعمار وأيضا مستمرة في كل الأوقات؟ نعم، بالنسبة للأعمار الفروسية مثل أي رياضة، أفضل تعليم يكون منذ الصغر، تقريبا من عمر 7 سنوات اللي هي مرحلة الابتدائية،
ولكن تتميز رياضة الفروسية بأنه ما لها عمر، أي شخص يقدر يجرب ويتعلم رياضة ركوب الخيل. طب خلينا نستثمر وجودك اليوم معنا كابتن، وأعرف منك أيضا مراحل التدريب للمبتدئين خصوصا اللي حابين يتعلموا ركوب الخيل ويستثمروا هذه الهواية، فكيف ممكن تكون هذه المراحل؟ ممتاز. بداية كركوب يكون في شوية خوف ورهبة في البداية من هذا الكائن، ولكن الموضوع سهل جدا ويتجاوزوه بشكل سريع. أول ما يبدأ يركب على أو يجلس على السرج بيبدأ ياخذ ثقة أكبر. فعليا المستويات مرتبطة هي بخطوات الحصان، أربع خطوات أساسية. عندنا الووك، تروت، كانتر، قلب. هي عبارة عن مشي وهرولة وجري والجري السريع. بعد كذا بيبدأ يتعلم الفارس كيف يتقن كل خطوة من هذه الخطوات، كيف يحافظ على توازنه، والثقة تكون عالية جدا. وأيضا لازم تكون في علاقة جدا قوية بين الفارس والخيل في نفس الوقت، فإذا كان الشخص مبتدئ قديش ممكن يأخذ فترة عشان يكون قريب أكثر من الخيل ويوطد علاقته بالخيل؟ ممتاز. رياضة ركوب الخيل هي في الأساس انسجام مع كائن ثاني. بداية لازم أول شيء يتعرف على هذا الكائن، يتعرف على الحصان، يبدأ يتعامل معاه، يبدأ يهتم فيه عشان يكون علاقة بينه وبين الحصان. بعد كذا لما يبدأ يركب ويتمرن سرعة الاستجابة والتعلم تختلف من شخص لشخص، ولكن هي فعليا كل ما مارس هذه الرياضة أكثر حيتطور بشكل أسرع بكثير. حلو. طب خلينا نتكلم عن الأشياء اللي تخوف، ندخل في الأشياء اللي تخوف أكثر، ويمكن خوف الشباب والبنات من هذه الرياضة تحديدا بسبب الإصابات اللي ممكن تصير، يعني نسمع ونشوف في السوشيال ميديا مثلا يعني شاب أو فارس طاح من ظهر حصان وتعور، صارت له إصابات خطيرة، فهذه الإصابات ممكن أيضا تعيقه من ممارسة هذه الرياضة مرة ثانية، فهذه أيضا من المخاوف اللي بتكون في بال الشباب، فإيش ممكن ترد عليهم اليوم؟ طيب أنا أرد عليهم. أول شيء هدفنا في ماونت أنه هي تجربة فريدة مع الخيل بطريقة آمنة جدا، فبنهتم بوسائل السلامة. وسائل السلامة لو توفرت بإذن الله هذه الرياضة آمنة بنسبة كبيرة جدا، عكس الصورة الذهنية اللي واصلة الكثير من الناس. لأنه الميدان له دور مهم جدا، الأرضيات لها دور مهم جدا، السياج، نوعية الجواد في كل مرحلة من مراحل التعلم لها دور، المدرب المعتمد له دور، هذه كلها لها أدوار. الحاجة الثانية أنه كثير من الإصابات تكون من يعني أوقات تكون في نوع من المجازفة أو نوع من المخاطرة، التهور. وهذه طبيعي في أي رياضة تحصل ممكن إصابات رياضية. طب أيضا نسمع مفاهيم كثيرة عن الخيل أنها تعرف لو كنت خايف أو لو كنت فارس أو مبتدئ، فهل هذا صحيح؟ الخيل كائن ذكي جدا للأمانة، وبيرتبط بالمشاعر فعلا، وبيرتبط من تعاملك له، لدرجة أنه حتى نبرة الصوت للفارس بيعرفها وبيميز الفارس تبعه. الخيل أول ما بنركب أي حصان إذا أنا كنت خايف الخوف ده بينتقل للجواد، إذا كنت متردد بينتقل أيضا، بيشعر بكل أحاسيسنا. لذلك دائما أحاول أكون متمكن، أحاول أكون واثق من نفسي، أحاول أدي له الأوامر بشكل صحيح وواضح جدا، حلقة استجابة عالية جدا من الحصان. طب خلينا نتكلم على بطولات، يعني في الفترة الأخيرة شفنا بطولات أيضا لبنات في هذه الرياضة ولشباب في نفس الوقت، فهل بتحاولوا في منصة ماونت أنكم تنظموا بطولات للشباب ولا لا؟ حاليا منصة ماونت تهدف أكثر للتعليم بشكل عام لركوب الخيل. إذا تكلمنا عن الرياضات في أكثر من رياضة لركوب الخيل. ركوب الخيل متنوع في الرياضات، فهو ليس معتمد على رياضة واحدة، ولكن صحيح. أشهرها في مدارس تعليم ركوب الخيل اللي هي قفز الحواجز. فعليا في الآونة الأخيرة كثروا الفارسات وهذا الشيء مفرح. حاليا في توجه لبطولات كثيرة خاصة بالنساء. هذه ذكرتني بنقطة مهمة جدا، إنه كثير من الأندية حالياً بتوفر ميادين
خاصة للنساء مع مدربات عشان الخصوصية تكون عالية جدا بأريحية. ففي ميادين عائلية وفي ميادين نسائية. خاصة نسائية تماما. جميل جدا، شكرا لك أستاذ أنس الكريم مؤسس منصة ماونت، وأتمنى أيضا الشباب يستفيدوا من هذه المنصة موجودة، تقدروا تكتبوا www.mount/ksa.com وعلى طول حتدخلوا على هذه المنصة. شكرا لك أستاذ أنس. أشكركم على الاستضافة، شكرا لكم. مشاهدينا مكملين معاكم، وفاصل قصير وراجعين.